النهارده عايزاكوا تنتبهوا، تنتبهوا لان الاقدار ممكن في لحظه تتغير، ممكن تنام بحال وتصحى على حال تاني خالص، ممكن قرار واحد تاخده غلط تفضل تندم عليه عمرك كله، بس في وقت ما ينفعش فيه الندم. النهارده بعت بنت بتقولي انا خدت اصعب قرار في حياتي، قرار ندمت عليه عمري كله، لكن للاسف لما جيت اصلح غلطتي كان خلاص فات الاوان. انا كنت عايشه مع امي وانا وحيده امي، امي كانت كل الدنيا هي انا بالنسبه لها، كان ما بتعملش حاجه غير انها ترعاني وتهتم بيا. علمتني الانانيه، ايوه حقيقه علمتني الانانيه، علمتني اخد وما اديش، من كتر العطاء اللي كانت بتديهولي ما كنتش بفكر في اي حاجه تاني، طول الوقت كنت باخد منها وبس. كبرت وانا في وسط امي وابويا، ابويا كان اكبر من امي اكتر من 20 سنه، وامي كانت فرحانه بيا فرحه لان هي ما كانتش متخيله ان انا هاجي الدنيا ولا انها هتخلف. اتاخروا جدا في الخلفه وجيت بعد شوقه زي ما بيقولوا. المهم ادوني كل الحب والاهتمام والرعايه، وانا كبرت وفهمت ان مفيش حاجه ينفع يتقلي عليها لا، لحد ما بابا مات وسابني انا وامي لوحدينا. هو سابنا من هنا وما كانش غني قوي، لكن كان سايب لنا اللي يقدر يسترنا بعد ما ماتوا، وانا حسيت ان انا لازم يبقى ليا لازمه. انا زهقت من كتر ما امي قافله عليا، زهقت من كتر ما امي ما بتعملش حاجه غير انها بتكلمني في اليوم 24 مره، انا زهقت بجد، عايزه يبقى ليا حياتي، عايزه اعمل كارير. وقررت ان انا هنزل اشتغل وانا في اولى كليه. قالت لي انت مش محتاجه حاجه وابوكي سايب لنا اللي يسترنا. قلت لها مش قصه فلوس، انا عايز اشتغل، عايز احس بنفسي. المهم بعد خناقات كتير بيني وبينها قررت ان انا انزل اشتغل. اشتغلت في عياده دكتور تجميل. طبعا انا قبل ما اشتغل في العياده كان ليا وضع، وبعد ما اشتغلت كان وضع تاني خالص. ابتديت اشوف الستات اللي جايه تنفخ واللي جايه تشفط واللي جايه تغير ملامحها واللي جايه تعمل حاجات في شعرها، وابتديت اعرف يعني ايه شكل الستات لما يتغير. عشان كده ابتديت ادور على كل الديفوهات اللي فيها، انا عايزه ابقى شكل الستات دي، عايزه ابقى شكل البنات دول. فقررت ان انا وانا عند الدكتور كتير جدا يخصم من مرتبي بس يعمل لي كل الحاجات الجديده اللي طالعه اللي ستات بتيجي وبيدفعوا دم قلبهم عشان يعملوها. عملت فيلر وعملت بوتكس وفي حاجات كتير ما كانتش عاجباني في جسمي غيرتها وبقيت واحده تانية. وامي ملاحظه التغيير وكل شويه تقول لي يا بنتي فوقي، احنا مش شكل الناس دول ومش شبههم، انا ما ربيتكيش على كده. اصوت واصرخ واقول لها ارحميني بقى، كفاياكي قفلتي عليا كتير، سيبيني اعيش حياتي، سيبيني اعيش زي البنات. تقول لي بنات الناس ما بيعملوش اللي انت بتعمليه، شكلك اتغير، ملامحك اتغيرت، كنت الاول ابرق واحلى. هقول لها طبعا انت عايزاني ابقى زيك، لكن انا مش هبقى زيك. تقول لي ومالي، انا مالي يا بنتي، شايفه فيا ايه غلط؟ اقول لها انت بقيتي موضه قديمه، انا عايزه اعيش حياتي وسيبيني اعيشها. وابتديت اتغير فاتغير واتغير، حتى اللبس اتغير، اللبس ابتدى يبقى ضيق حبتين وقصير 3 حبات، وكل ما تعترض اقول لها لو سمحتي انا عايزه اعيش حياتي. والفلوس ابتدت تجري في ايديا، الفلوس اللي بابا كان سايبها ده غير فلوسي من شغلي، ابتدى الفلوس تبقى حلوه معايا. وامي كل ما ابتديت اتطور اكتر، كل ما بتخنق عليا اكتر، زهقتني، فعلا زهقتني. فقررت اني لازم اعيش لوحدي، وقلت لها بعد خناقه كبيره بيني وبينها لانها اعترضت على تاخيري بالليل ولبسي اللي بقى ملفت للنظر، قلت لها اعملي حسابك اني مش هعيش معاكي تاني. كان خبر صعب نزل عليها، بس مش مهم، هي المهم انا عايزه اعيش، عايزه ابقى ليا وضعي، عايزه ابقى زي الستات اللي بشوفها في العياده. كفايه بقى، كفايه قفله، انا عايزه اعيش حياتي بالطول وبالعرض. امي قالت لي هتسيبيني؟ ده انا عشت عمري كله عليكي، ده انا كان فرق بيني وبين ابوكي اكتر من 20 سنه وما فكرتش غير فيكي، عايزه تسيبيني؟ قلت لها جه الوقت اللي لازم كل واحد فينا يبقى لوحده، انا عايزه اعيش لوحدي، عايزه اعيش حياتي، انت زهقتيني. وفعلا خدت خطواتي وابتديت اكلم السماسره وقررت ان انا هنقل عيشتي لوحدي. كلمت كذا سمسار على شقه مفروشه. طبعا امي كانت فاكراني اني بهددها وما كانتش تعرف ان انا ابتديت امشي الخطوات فعلا لحد ما لقيت شقه. انا سلوكي كان في الفتره دي غير اللي امي ربتني عليه خالص، ما انكرش ان انا ابتديت ادخن وما انكرش ان انا ابتديت اعمل حاجات يمكن ناس كتير
لما كانت تشوفني كانت تفهمني غلط، مع ان مفيش راجل قرب مني ولا لمس مني شعره. انا مش بنت وحشه ولا شمال، انا بنت حره عايزه اعيش بحريه، عايزه اعيش على كيفي، عايزه اعيش من غير ما حد يقول لي رايحه فين وجايه منين وامتى وازاي. عايزه اعيش زي ما بنات كتير عايشه. يمكن انا ما كنت زي بنات الطبقات دي، لكن هعيش زيهم. انا مش احسن منهم ولا هم احسن مني. المهم خدت الخطوات وخدت هدومي وخدت بعضي ومشيت. امي صحيت مره من النوم ما لقيتنيش في الشقه، الله اعلم حصل لها ايه. انا خلاص كنت خدت قراري ومشيت، بس انا قبل ما امشي عشان برضو ما تروحش تعمل بلاغ كتبت لها جواب وقلت لها ما تقلقيش عليا، وقت ما توحشيني هاجي ازورك. وطبعا انا قلت لها كده وفهمتها في الجواب ان انا استقلت بحياتي وخدت شقه وعشت فيها لوحدي. انا متاكده ان امي كان بينها وبين الجنون شعره، وممكن تكون اتجننت، لكن انا ساعتها كنت انانيه قوي ما فكرتش غير في نفسي. عشت لوحدي ومع نفسي، وابتدت الفلوس تجري في ايدي اكتر واكتر، وابتديت ابقى واحده تانية خالص، لدرجه ان عرفت خبايا كتير من الخبايا اللي بيعملوها دكاتره التجميل. وقررت ان انا هفتح مكان لوحدي واجيب دكتور كده يكون لسه بيبدا حياته ونشارك بعض. ونسيت امي والايام خدتني، ونسيت الست اللي ربتني وتعبت وشقيت، نسيت الست اللي ما كانتش بتعمل اي حاجه غير انها حنينه عليا، نسيت الست اللي كانت بتخرجها من بقها عشاني. وكنت كل مره اقول انا هروح اشوفها، افتكر وهي بتقول لي ليه يا بنتي وعملت كده ليه، وافتكر وهي بتقول لي قد ايه هي ضحت عشاني، اقول لها لا ريحي دماغك وعيشي حياتك. نسيت امي والايام خدتني، والسنه بقت 2 و3 و4، ولما فكرت اجي اروح اشوفها كان خلاص فات الاوان. امي ماتت، امي ماتت، وانا عرفت زي اي حد. طبعا انا كان بيني وبينها تليفونات، وكل التليفونات كان رجاء منها ارجعي يا بنتي، ارجعي وانا مش هعمل لك حاجه، ارجعي وانا هسيبك تعيشي زي ما انت عايزه. بس اللي جرب الحريه ما ينفعش يرجع تاني. من وجهه نظري دي الحياه اللي تشبهني، كنت عايزه اعيش حره من غير ما حد يقيدني. ارتبطت في الفترة دي 3 4 مرات وشباب كتير جدا، لما كانوا بيعرفوا قصتي كانوا بيخافوا مني وبيبعدوا عني، وده عمره ما فوقني. كنت بشوفهم ان هم اللي غلط مش انا، وكنت شايفة انه مش عيب ان البني ادم يدور على حريته، ومش عيب ان البني ادم يعيش بالطريقة اللي هو عايز يعيشها. فات الوقت وامي دايما بتترجاني، وانا اقول لها هجيلك ما تقلقيش، هيجي اليوم اللي هنعيش فيه سوا. وامي اتاريها بتموت بالبطيء، وكانت تقول لي انا محدش بيجي يخبط عليا، تعالي يا بنتي شوفيني، انا ما استاهلش منك كده. كنت اشوف ان الكلام ده صداع وزهقتني، وهي على طول بتشتكي. اقول لها انت شكايه قوي يا امي، هو انت ما عندكيش غير الشكوى؟ تقول لي طب اشتكي لمين، ده بعد ربنا ماليش غيرك. فضلت سد وداني عن امي لحد ما جارتنا كلمتني وقالت لي ان امي ماتت بعد 5 سنين من وانا سبتها. في ال5 سنين انا شفت امي تقريبا 2 3 مرات، وكنت كل مره اقرر ان اروح لها الدنيا تلهيني وانسى. دلوقتي انا ندمانه ندم عمري، بس خلاص ندمانه في وقت ما بقاش ينفع في الندم. بفتكر امي وبفتكر حنيتها وبفتكر كل حاجه حلوه قدمتها لي، بس خلاص انا عارفه ان انا ربنا غضبان عليا، وعارفه ان ربنا عمره ما هيبارك لي، وحياتي على طول في جحيم. على فكره بقى معايا حساب في البنك فيه فلوس كتير، وبقى عندي عربيه زي ما كنت بتمنى، بس انا بفتقد حاجه ومش عارفه الاقيها ازاي. بفتقد السعاده، انا مش عارفه اكون سعيده، انا مش لاقيه السعاده ومش عارفه طريقها منين. هما السعاده بيعملوا ايه عشان يوصلوا لها؟ امي ميته وانا متاكده ان رغم عمايلي لكن برضه راضي عني. امي ما كانتش ينفع تغضب عليا، اصل امي كانت بتحبني قوي، هي كانت بتحبني اكتر ما انا بحبها. انا عمري ما حبيتها، انا لو كنت بحبها ما كانش هان عليا اسيبها، ما كانش هان عليا ابيعها، ما كانش هان عليا انساها، ما كانش هان عليا اعيش في بيت لوحدي واسيبها. بس خلاص امي راحت عند ربنا، وانا بفتكرها وبدعي لها، ونفسي يرجع يوم واحد تكون فيه هي موجوده، وارجع اترمي في حضنها واقولها سامحيني يا امي، سامحيني انا غلطت في حقك، انا ما كنتش استاهل امي زيك. وانا اللي بعت اقول رساله لكل الامهات، اوعي تكوني حنينه بزياده مع اولادك، لان في ولاد ما بيتمرش فيهم، وفي ولاد ما بيحسوش بده،
وفي ولاد بيستغلوا ده، وفي ولاد بيتعودوا ياخدوا من غير ما يدوا. عشان كده خلي الحنية حتى بحساب، لأن حتى الحنية طلعت لو زادت عن حدها النتيجة ما بتكونش في صالحكم، ما بتكونش في صالح الأهالي. الولاد بيتعلموا ياخدوا وما يدوش. رسالة قاسية جدا 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 فتحت عيني النهاردة الصبح عليها، وحبيت النهاردة أشاركها ليكم، لأن الرسالة دي بجد يمكن اللي حكيتها كانت بتحكيها وهي كاتباها، معرفش وهي بتكتب كانت حاسة إيه، ومعرفش لو كنت شفتها كنت عملت إيه، لكن أنا حبيت أشارككم الرسالة دي والقصة النهاردة، لأن إحنا بقينا في زمن صعب.